سلسلت عليها بطلع رد عليها، ولكن في ساعة ما اتسكتش عليها. يعني انتصارا لأموري، وانتصارا لديني، وانتصارا لبلدي، وانتصارا لاسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه. فحسبي الله ونعم الوكيل في دور هذه الحملة. مش عشان حاجة، عشان خلاني ادخل في البلد الصعب ده. الله يعرفك يا شيخ. أمور الغالي محمد رمضان يركب برايفت جيت، يركب لامبورجيني، أسباب اتهام محمد رمضان بالشذوذ الجنسي، والفنان يرد الله يقرفك. رد الفنان محمد رمضان على الشائعات المنتشرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تداول فيديو مشين على مواقع التواصل الاجتماعي منسوب للفنان محمد رمضان. ونشر محمد رمضان فيديو على حسابه بموقع انستجرام، قال فيه: مش كل الشائعات بطلع أرد عليها، لكن انتصارا لبلدي والجيش بلدي والجمهوري كان لازم أرد، حسبي الله ونعم الوكيل في مروج الحملة. وأضاف محمد رمضان لمروج الشائعة: الله يقرفك يا شيخ، خلتني أشوف الفيديو ده. لم تكن هذه المرة الأولى التي اتهم محمد رمضان فيها بالشذوذ الجنسي، إذ واجه من قبل التهمة ذاتها بسبب أغنية رايحين نسهر الشهيرة باسم بمبم. ففور عرض فيديو كليب الأغنية على الشاشات الفضائية وموقع الفيديو الشهير يوتيوب، تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للنائب العام مطالبا فيه بالتحقيق في الأغنية لاحتواء الفيديو كليب على شرب الخمور والشذوذ والتحريض على اغتصاب السيدات. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.